مساء الخيرات عليكم، لعلكم بخير وصحة وسعادة. الصوت واضح؟ يا ترى الصوت واضح؟ نظبط بس الإعدادات. يا ولا الإعدادات ساعات بتتغير ومعرفش ليه، وبيبقى فيه ويتنج روم، فأنا بس بلغي موضوع الويتنج روم. الصوت واضح يا جماعة؟ Thank you دكتور مارينا. تمام كده الإعدادات الدنيا تمام. دكتورة سارة ازيك؟ لعلك بخير. دكتورة آلاء أخبارك؟ لعلك بخير أنت وأهل العراق جميعا. طيب إحنا بنستأنف الويبينار الأسبوعي. دكتورة حنان ازاي حضرتك؟ لعلكم جميعا بخير وصحة وسعادة. بنستأنف الويبينارات الأسبوعية بعد انقطاع أسبوعين ورا بعض، نظرا لظروف خارجة عن إرادتي وظروف سفر، يعني آخرهم دبي درما، وإحنا لسه راجعين من دبي درما بقى لنا يومين، وقلنا لازم بقى نستأنف الويبينارز الأسبوعية تاني إن شاء الله. في الحقيقة دايما بحب إن الويبينارز تكون متنوعة كل شوية، يعني شوية نمشي في عرض حالات زي ما عملنا قبل كده، وبعدين شوية نعمل مثلا باثولوجي، ممكن نعمل ديرموسكوبي، ممكن نعمل ليزرز، كل ده مراحل مرينا بيها، وبعدين ممكن نبتدي في الكوزموتيك ديرماتولوجي شوية، ونعمل لينك أو ربط مع الديرماتولوجي، وبعدين ممكن نرجع تاني للثيوريتيكال. عملنا كمان محاضرات للجونيور، وعملنا حاجة اسمها الجونيور ريزيدنسي كلاب، وكل دي أفكار تم تنفيذها على مدار الويبينارز السابقة للي متابعني. يعني التنوع جيد، وكل شوية بنحاول إن احنا نتناول موضوعات مختلفة علشان الزيم العام يكون فيه تباين، لأن التخصص بتاعنا كده، التخصص بتاعنا متباين جدا، مش على حاجة واحدة، وده هيتجلى بوضوح في المحاضرة بتاعت النهاردة. أنا هبتدي على طول علشان ما نضيعش وقت، وأدردش معاكم كده إن شاء الله أثناء المحاضرة. المحاضرة ديت أنا قلتها في مؤتمر سباركل في اسكندرية من أسبوعين، والمحاضرة دي أخذت مني وقت، اللي هو وقت بسيط جدا في عمايلها، لكن الصدى بتاعها كان كبير. ففكرت ان انا اقولها في الويبينار مع حضراتكم النهارده للي ما سمعهاش يعني في اسكندريه، وبعدين هنبدا من خلال محاضره النهارده على مدار 4 أو 5 ويبينارات قادمين هنبدا نشرح الديتيلز اللي في المحاضره دي، او نتطرق بشكل اقوى للعناوين الرئيسيه بتاعت المحاضره دي، تمام، على مدار الـ4 5 أسابيع القادمه ان شاء الله. طيب نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ركزوا معايا، لأنه غالبا غالبا المحاضرة دي مش هرفعها على اليوتيوب، هي زي دردشة وزي تفكير بصوت عالي وصوت بيقطع. معقولة؟ لا أرجوك يعني أكدوا عليا قبل ما أنطلق، الصوت بيقطع ولا لا؟ مساء الأنوار، نورمال؟ طيب تمام. ونقول بسم الله. المحاضرة دي أنا أحب أشكر زميلتي الفاضلة دكتورة مارينا جورافلوفا. I'd like to thank you my colleague دكتور مارينا because she makes a zine of this PowerPoint.
لما كنت رايح مؤتمر سباركل في اسكندريه للي متابعه، يعني المؤتمر ده واخد الصفه بتاعه الانترفنشنال ديرماتولوجي شويه، يعني شويه المؤتمر بعيد عن حته الجلد وبيهتم اكتر او بيفوكس اكتر على الكوزموتيك ديرماتولوجي وعلى الانترفنشنال ديرماتولوجي واغلب الجدول العلمي في هذا الامر. وانا رايح لهم المفروض ان انا طالع راجل عاده المين انترست بتاعي هو الكلينيكال ديرماتولوجي، كان معايا محاضرات كتير ويتش اوف ويتش، فارتقيت ان انا لا جات لي فكره نفذتها وانا في الطريق، خليت يعني زوجتي تسوق السياره واقعد انا بقى ايه، عدلت الفكره تماما وقلنا احنا هنعمل تعديلات ونبدا نتكلم على اللينك ما بين الكلينيكال ديرماتولوجي والانترفنشنال ديرماتولوجي لحالات افري داي براكتس، حالات بتجيلك كل يوم. و دايما بقول ان تخصصنا هو الوحيد، الكلام ده انا قلته هناك في الاسكندريه وهقوله لحضراتكم دلوقتي لايف، تخصصنا هو الوحيد في الطب اللي بيفرق ما بين الثيوريتيكال بارت والابليكابل بارت او الانترفنشنال بارت. مش عارف ليه يعني دايما يقول لك اه الدكتور فلان ده دكتور جلديه شاطر جدا، بس هو دكتور يعني في التشخيص شاطر لكن في الانترفنشن مش قوي مش قد كده. وعلى النقيض تلاقي دكاتره بيعبروا عن نفسهم وبيوظف نفسه وبيقول ان انا راجل بتاع انترفنشن، انا راجل بتاع فيلرز بتاع بوتوكس بتاع نانو فات انجكشن وات ايفر اي كوزموتيك بروسيدر، وان انا ماليش علاقه بالجلديه قوي. يعني يمكن التخصص الوحيد اللي في الطب وراجعوا الكلام ده ورايا اللي فيه الدايفرسيتي دي او فيه السكيزوفرينيا دي. لا هو الطب مش كده، اشطر دكتور قلب تشخيصا هو اشطرهم مهاريا في عمل كل الانترفنشنال اللي هم بيعملوها سواء كاتريزيشن او وات ايفر. اشطر دكتور نيورو سيرجن هو اشطر دكتور في التشخيص وفي المناجزه اللي يقول لك اه انا اللي هعمل لك العمليه دي بنفسي، وقيس عليه كل فروع الطب اللي عندنا مش فاهم ليه. وبنبدا نحط في المايند سيت بتاعنا ان الراجل ده بتاع جلد فهو ما بيعرفش يحقن، او العكس الراجل ده بيحقن كويس فهو ما بيفهمش جلد تمام. فانت لا احنا اطباء نجمع بين الحتتين، وكل ما تبقى ماهر جدا في التشخيص ووسائل التشخيص هتبقى ماهر ان شاء الله في الانترفنشن وكل وسائل الانترفنشن. فالامثله اللي هجيبها من حالات النهارده هي افري داي براكتس بتجيلك، وعلشان كده عنوان المحاضره تو بي اور نوت تو بي ذات از ذا كويستشن. هتبقى دكتور شاطر متمكن من علمك وتشخيصك وقادر والقدرة لله يعني قادر على مناجزة مريضك بشكل جيد، لو احتاج المريض ده اي انترفينشن انت كده يعني، ولا انت مش قد الليلة دي؟ فهي to be or not to be that is a question. وطبعا دوت حاجة مشهورة جدا من هاملت، رواية هاملت لويليام شكسبير، يمكن دي من المقدمة الافتتاحية ليها يعني للآراء. دكتور مارينا بتقول إن الثيرابيست نو everything but can not do anything، سيرجون don't know anything but can do everything، pathologist know everything and can do everything but already late. صحيح الكلام ده عندنا كمان في هنا يقول لك طبيب البطنة يعرف كل حاجة وما يعالجش حاجة، والجراح بيعالج كل حاجة وما يعرفش حاجة. يعني ماشي الحال، نبتدي على طول بقى to do or not to do and what to do. ده عنوان المحاضرة. أنا هعرض عليك بعض الحالات، أولا هتشتغل الحالة ولا مش هتشتغلها، ثانيا هتشتغلها بإيه، to do or not to do and what to do، تعمل ايه. هي دي الفكره، هي دي الفكره، وهي دي الحالات اللي احنا عرضناها في اسكندريه، وهي دي الحالات اللي هينبثق عنها محاضرات خلال الفتره القادمه. هبتدي باول حاجه بيجمنتيشن، والسؤال الاتي
انت كل يوم بيجي لك حالات بيجمنتيشن في الفيس، يا ترى الناس اللي معايا على الويبينار دلوقتي تقدر تعد لي 5 امراض يعملوا بيجمنتيشن في الفيس ويقول لك وبتشوفهم؟ نبتدي كده على الشات نكتب فريكلز، ايه تاني؟ ميلازما، انا هعد معاكم لايكن بلانس، دول قلتوا 3 حاجات اهو. نعد بي اي اتش، ماشي، ناس اوكرونوزس، لايكن بلانو بايلاريس، دي ماركيشن لاين، وصلنا 6 او 7 وناس هتبدا تعيد تاني. اكنسوز نيجريكنس، ماشي، 8، كويس جدا على فكره. ها، وايه تاني؟ يعني عدينا 8 انتيتيز لحد الان. طب بص كده، دراج انديوزد، جميل، اكنسوزس في ناس قالتها، البي اي اتش في ناس قالتها، فجبت لك الكوميك ده، بتعرف تعد لحد كام؟ ده كوميك من فيمس ايجيبشن موفي معروف. بص، جبنا الصورة دي وعملت الاختصارات دي، وهبدأ أكتب لك معاني الاختصارات على جنب دلوقتي. الميلازما والأكتينيك لايكن والإريثروميلانوزيس فاشاي إيكولاي والإريثروزيس بيجمنتوزا ميديو فيشياليز والأوكرونوزيس والإيديوباثيك أيزوليتد بيريورال هايبر بيجمنتيشن والرايلز ميلانوز والإريثروز بيريباكال بيجمنتير دي بروك أو البيجمنتد بيريباكال إريثروزيس أوف بروك والبيكولوديرما أوف سيفات والدراج إنديوزد والبوست شيكون جيونا بيجمنتيشن أو شيكون جوينا بيجمنتيشن. وعلى فكرة ده مش مشهور قوي، بس أنا أعتقد إن الأمراض دي إحنا بنشوفها وما بناخدش بالنا منها. الشيكون جوينا فيفر ده فيروس، وبينتقل عن طريق الارثروبود بايت، وبيعمل فيفر و و و وبعد الفيفر دي بيحصل بيجمنتيشن في الفيس، وهو موجود في السودان وموجود في المملكه العربيه السعوديه، موجود على فكره في المنطقه العربيه بتاعتنا يعني. فالمفروض نبقى على وعي بالمرض ده، يمكن مش موجود في مصر قوي، بس ممكن الصعيد او الناس القريبه من السودان تشوف حالات. الاكنسوزيس نيجريكنس، البيري اورال درماتيتس، الاكوايرد ايديوباثيك باترند فيشيال بيجمنتيشن، الفيشيال فريكشنال ميلانوزس والسيبوريك ميلانوزس. يا خبر ابيض، كل دي حاجات ممكن تعمل بيجمنتيشن في الفيس. يس. وبالتالي انا رايي وخد رايي ده يعني، ما تنظرلوش قوي، بس انا بقول لك يعني ان هنا في سبيكترا، مش كل دي امراض منفصله عن بعضها. في امراض واضحه وشديده الانفصال، الميلازما ده مرض، الاكتينيك لايكن ده مرض تاني، الاريثروميلانوزيس في الشاي كولاي ده مرض تالت، ماشي. لكن اجي على حته مثلا، يعني لما اقول لك الرايلز ميلانوزيس واجي اقول لك البيجمنتد بريباكل اريثروزيس، البيجمنتد بريباكل اريثروزيس اوف بروك، هل في فروقات على مستوى الباثولوجي او الباثوجينيسيس؟ الايتيولوجي قريب كتير، فشويه شويه هنبدا نكتشف ان في سبيكترا للامراض دي. السيبوريك ميلانوزيس، هوريكم حاله سيبوريك ميلانوزيس دلوقتي. الفيشيال فريكشنال ميلانوزيس، هو في سبيكترا، هتفرق كتير عن الجماعه الاتوبكس، وهل مثلا يبقى هم الاتوبكس عندهم فريكشن وزيروزس وبعد كده يبدا يتطور لما احنا نسميه البي اي اتش. لكن احنا مضطرين نعرض او نستعرض، بلاش نعرض دي، نستعرض ما هو مكتوب في الليترتشر. وفي حاجات الباثوجينيسيس بتاعها او ايفن الباثولوجي بتاعها نوت فولي اندرستود. الباثولوجي ايه اللي بيحصل في التيشوز، لانه ما حصلش عليها دراسات كافيه. طيب نيجي لحاله زي اللي حضراتكم شايفينها دي. الحاله دي احنا عرضناها طبعا هناك، وواضح جدا ان في بيجمنتيشن في البيري اورال اريا، والست كانت بتدينا هيستوري فور لونج ييرز، والديرموسكوبي بتاعها ان في ريتيكولار باترن اوف بيجمنتيشن بالمنظر ده.
المنظر ده بقاله years، فما اقدرش اقول عليه برلوك. وبعدين برلوك بتتكتب بي فور كوك نوت بي فور بين. البرلوك درماتايتس مش كده خالص، او البرلوك بيجمنتيشن مش هيجي فور years يعني. طيب ايه من الانتيتيز اللي ورا دي اللي ممكن يمشي؟ انا لسه ولا بيري اورال درماتايتس. الدايجنوزس اهو، دي حاله اريثروز بيري باكال بيجمنتير دي بروك، او البيجمنتد بيري باكال اريثروزس اوف بروك. ده بالانجلش يعني، علشان احنا مش دارسين الطب بالفرنساوي، فحتى البرونونسيشن مش مظبوط. طيب حالة زي دي جات لك، أولاً عنوان المحاضرة بيقول to do or not to do and what to do. هي جالك تقول لك حل لي المشكلة دي، هتبتدي تشتغل؟ هتبتدي تمد إيدك حضرتك وتبدأ تشتغل، وتشتغل بإيه؟ هل تعمل لها تقشير؟ هل تعمل لها ديرمابين؟ هل تعمل لها ميزوثيرابي؟ هل تعمل لها وايتنينج كريمز؟ هل تدي لها إيموليانس؟ هتعمل معاها إيه؟ طيب جزء من عملك معاها هيبقى مبني على التشخيص. لو ما شخصتش الإريثروز بريباكال بيجمنتير ده هو، هتتصرف ازاي؟ طب ايه الاطر العلاجيه اللي مكتوبه في المرض ده؟ اما ترجع للليتريتشر هيقول لك التريتمنت ان ساتسفاكتوري، وده حقيقه، لانه واضح من خلال منظر الدرموسكوبي ده انها كلها ديرمال بيجمنتيشن، واضح جدا منين ما تشوف ريتيكولار باترن of pigmentation in dermoscopy، على طول انت بتتعامل مع dermal level of pigmentation. الست دي احنا عالجناها بالترانكزاميك اسيد انجكشن وديليوتد بشكل قوي. ما تحقنش الترانكزاميك اسيد وزود ديليوشن، حقناها 4 ميلي جرام لكل ml. واضح جدا ان في فرق من الجلسه اللي اتعملت ولسه مكملين مع المريض. معرفتك وفهمك ان احنا عندنا ديرمال بيجمنتيشن في الحاله دي هيخليك تختار من الوسائل العلاجيه او الانترفنشن عندك في العياده حاجات توصل للديرمس، وممكن تعمل انجكشنز دايركت انجكشنز بماده زي دي على امل ان هي تحسن من الفاسكولر او الفاسكوليتشر اللي في الديرمس، وتحسن كمان من البيجمنتيشن، لانك فاهم ان هنا في ديرمال بيجمنتيشن. البيلينج اكيد مش هيعمل حاجه، بالعكس ده ممكن يسوق المشكله، فاكيد هتافويد البيلينج في حاله زي دي. فهو ده التيك هوم مسج من خلال عرض الحالات. انت راجل فاهم جلد وفاهم باثولوجي، وبالتالي هتفهم الوسيله الكوزموتكس او اللي هي في الكوزموتيك ديرماتولوجي اللي تقدر تستخدمها لعلاج حالة زي دي. التخفيف ما انا كاتب اهو 4 ميلي جرام لكل ام ال. احنا ما بنقولش من كام لكام، بس نرجع تاني. انبوب الكابرون لما باجي اسحب 1 ملي فيه، انبوب الكابرون دوت الملي فيه 100 ميلي جرام، لان انبوب الكابرون المفروض هو كله على بعضه فيه 500 ميلي جرام في 5 ملي، فيبقى تركيزه 100 ميلي جرام لكل ملي. فلما تيجي تسحب بسرنجة الانسولين تسحب 4 شرط والباقي سالين up to 100 يونت، يبقى انت كده حصلت على التركيز اللي انا كاتبه ده. تخيل يعني تفتح انبوبة الكابرون تاخد يدوبك 4 شرط، يعني اقل من نص شرطة كبيرة، وتقوم ساحب الباقي سالين وتبتدي تحرم. الناس الشطورة اللي بيحقنوا ترانكزاميك أسيد هيعرفوا إن هو painful in injection، فخلي بالك لازم إيدك تبقى خفيفة، لازم العيان ده تعمله topical anesthesia، أو حتى ما تعملش تعرف إن في بين في الموضوع. الصورة دي أنا عرضتها وعلشان أقولك إن هو ده السيبوريك ميلانوزس. الجزء ده يجي لك عيان سيبوريك شوية، الكواليتي بتاعت الجلد بتاعته دهنية زي ما حضرتك شايف، وتلاقي دايما في النيزل القلق بتاعت النزاي ده هي غامقة، فده ما يسمى بالسيبوريك ميلانوزس. طب وأي معلومة ملهاش قيمة ولا انعكاس على المريض، حضرتك من حقك
تنساها. ايه بقى القيمه اللي انا عايز اقول لك عليها؟ في المانجمنت. العيان ده مش هيتحسن باي وايتنينج ايجنت اديهوله ولا اي جلسه تعملها له طالما انت ما اديتلوش ايزوتريتينوين لو دوز. يبقى المريض لازم ياخد في الحاله دي عشان يتحسن ابو سيبريك ميلانوزيس ده لو دوز ايزوتريتينوين. يبقى فهمك وقدرتك على استيعاب ان احنا عندنا العديد والعديد من البيجمنتري ديس اوردرز في الفيس يخليك تفهم الباثولوجي بتاعها وبالتالي ينعكس على المانجمنت او التريتمنت يعني. ودي هتبقى اول محاضره ان شاء الله في الويبينارز اللي جايه، الفيشيال بيجمنتيشن، وهنبدا نعرض حالات كتير لديفرنت فيشيال بيجمنتيشنز وديفرنت موداليتيز اوف تريتمنت. فدي حاله سيبوريك ميلانوس. طيب حالة رقم 2، المدام دي جات لي كانت مدام سورية وجات لي تقول لي يا دكتور أنا عندي المنظر ده، وأنا هنا هتوقف وهقول لك يعني بالكلينيكال إن أنا شايف هير لوس من البروكسيمال أو ملاش بالبروكسيمال دي عفوا من الميديال بارت أوف أو أوف ذا رايت أي براو. فاحنا حضرتك هنشخص الحاله دي ايه، والديرموسكوبي اهو على الاذر سايد. الحاله دي تشخيصها ايه؟ ده مهم جدا قبل ما نتطرق. والحاله جايه بالفظاعه دي، متخيل يعني لدرجه ان في واحد قال لي وانت عاملها فوتوشوب؟ لا ده الرياليتي كده، الحاجب طاير بالشكل ده والمنظر يعني الست ما شاء الله شعرها قوي والاذر اي براو موجود. فانا بالمنظر ده ومن غير ما ادقق في الدرموسكوبي حتى اقول ايه على الحاله دي، وهو ده التيك هوم مسج من العرض الحالي. انتوا فاكرين لسه قايل لكم من شويه بتعرف تعدي لحد كام؟ هو ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي للمنظر ده؟ تعرف تعدي لحد كام؟ على فكره كتير، وللاسف ما فيش ناس او في ناس مش مايندد الا بحاجه واحده بس اللي هي الالوبيشيا ارياتا. يقول لك ده الالوبيشيا ارياتا. ممكن جدا، وهي بالفعل حاله الالوبيشيا ارياتا لان الدرموسكوبي هنا بيؤكد الى حد كبير ان هي اكتيف الالوبيشيا ارياتا، كمان في بلاك دوتس كتيره وكاديفرايزد هير وبتاع، ودي حاله الالوبيشيا ارياتا. لكن وات ايلس؟ لازم يبقى عندك قدره على استيعاب اسباب المداروزس. دي حاله كده اسمها مداروزس. مداروزس يعني ايه؟ يعني هير لوس في اي براو او اي لاش، هو ده المداروزس. ايه اسبابه؟ نتكلم. الالوبيشيا ارياتا طبعا واحده من الكومنست كوزس، لكن عندنا الوت اند الوت اند الوت اوف كوزس ممكن تعمل المناظر دي. صحيح انا جايب لك هنا الديرموسكوب وعايز اقول لك دي حاله الالوبيشيا ارياتا، لكن don't forget the madarosis as a term و don't forget its etiology. ايه رأيكم بقى؟ خدوا سكرين شوت من المنظر ده. انت متخيل كل دي اسباب للمادروزس؟ يس. وده هيبقى المحاضرة التانية، عامل لكم محاضرة في المادروزس واجيب لك امراض عجيبة عاملة اي براو هيرلوس مش بس الوبيشيا ارياتا. يبقى انا النهاردة لو قدرت اوصل انه والنبي ده في اسباب كتير وامراض كتير بتعمل هير لوس في الاي براو، ما تبقاش اونلي الوبيشيا ارياتا مايندد، انا كسبان كتير. صح كده؟ صح كده. طيب كل الاسباب دي اسباب كتير قوي، اختزل لك الكومنست كوزس شويه. اكيد الالوبيشيا ارياتا مهم، وفي ناس قالت لك الترايكوتيلومانيا والديسكويد ال اي والهايبوثايرويديزم والروزيشيا واللايكن بلانوبايلاريز، كل دي من الحاجات الكومن. طب ايه كمان؟ الدراجز تعمل كده؟ ده احنا ليل ونهار بنكتب ايزوتريتينوين. الريتينويدز ممكن تعمل مداروزس، خلي بالك، ومعاها الانتي كونفالسنس والانتي كواجلنت. خلي بالك بقى من حته عامل لك عليها بالاحمر، وتولينيوم توكسين انجكشنز، انه في كيس ريبورتس على ان الريبيتد او الروتيشنال بوتوكس انجكشن، يعني واحدة تكون عملت بوتوكس كتير، ممكن يبقى اسوشيتد مع مادروزس، او ان الاي براو بيبقى خفيف. ليه ما نعرفش؟
يمكن الاكزاكت ايتيولوجي حتى الان مش مكتوب، لكن ده كيس ريبورتس. فتيك كير، الليزر اكيد هير تريتمنت ممكن يعمل ده. في جينيتك ديس اوردرز اوعى تنساها، ولما تيجي محاضره المدروزس هضرب لك امثله بحاجات جينيتك وحالات بنقع فيها في العيادات هنا اهوت، زي الاكتوديرمال ديسبليزيا والاهلر دالوس وبعض انواع الاكسيوزس. طبعا اكيد لو في فانجل انفكشن او بكتيريال او فيرال كل ده يعمل، والتيومرز ممكن تعمل برضو، الاي براو الان اف ممكن يعمل المدروزس، كل دي اسباب لازم تبقى مايندد بيها. وبالتالي كل ما يبقى علمك اكتر والكنز المعرفي عندك كبير، بترتقي في العلم وصولا وصولا لربنا. يا رب يوصلنا نحن واياكم جميعا الى الحكمه. انت راجل حكيم يعني، يعني انك توصل مرتبه الحكمه دي، ومن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، بنص قراني. لكن ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا، لكن انت وظيفتك حكيم. يعني يمكن النص القراني والحكمه القرانيه او الحكمه ممكن يكون لها معاني اعم واشمل، لكن انت حكيم، والحكمه مش هتيجي الا عن معرفه، عمرك ما تلاقي حكيم جاهل، صح؟ فلازم الناحيه المعرفيه تكون عندك عاليه. دي صوره المريضه قبل ودي صوره المريضه بعد. تو دو اور نوت تو دو، انت جالك بقى عيان بالمنظر ده، هتشتغله يا بتاع الانجكشن انت يا راجل يا حقين، ولا مش هتشتغله؟ وهتشتغله بايه؟ فدايما بقول ان اشطر دكتور جلديه هو اشطر دكتور انترفينشن، لان احنا شفنا الحاله وشخصناها وهنبتدي نمد ايدينا عليها، وهنختار علشان احنا فاهمين طب الحاجه الافضل ليها. ففي ناس كتبت الايه؟ انترليجن الستيرويد، ادي واحد اثنين ثلاثة، ها لو اكتر من كده هيجي لي غلطة. لا طبعا مش هنحقن انترليجن الستيرويد مع الثورة المعلومات، سوري، مع الثورة العلاجية في تخصصنا. ما تجيش تقول لي انترليجن الستيرويد، حرام عليك، انت جنب العين. وسيبك من حتة الريترو جريد امبولايزيشن، مش دي اللي اعنيها، انه يحصل بلايندنس وان كان ده ريسك لحقن اي شيء حوالين العين، مش بس فيلرز، اي شيء حوالين العين تتحقن ان شاء الله بي ار بي ممكن يعمل ريترو جريد امبولايزيشن ولا قدر الله بلايندنس، وده الموست جريف سايد افكت. لكن مش ده اللي اقصده، حقن الاستيرويد حوالين العين هيرفع من اللايبيليتي اوف كاتاراكت اند جلوكوما، وإت إز نوت أيديال فور أي هيلث. فبالتالي أنت راجل حكيم وعندك علم، تقوم ما تجيبش بقى الاسترويد تحقنه هنا، ما حبكتش يعني. لأ، عندنا وسائل تانية وناجحة لعلاج الحالة دي وهو قدامك أهي. طب إيه الوسائل التانية بقى؟ في الليترتشر حاجات كتير، لكن اللي إحنا استخدمناه مع المريضة دي، عشان كده أنا كاتب لك الإنترليجن الاسترويد أهو، الأي إل إس مكتوب. لكن اللي احنا استخدمناه مع المريضه دي كان حاجتين اتنين، اكزايمر لايت ثيرابي اللي هو يعني استعباطا بنقول عليه اكزايمر ليزر، لكن هو اكزايمر لايت، معظم الاجهزه اللي عندنا كلها اكزايمر لايت. واستخدمنا التي سي اي ابلكيشن، التي سي اي اللي هو بتاع البيلينج ده، تراي كلور اسيتيك اسيد. فالست دي كنا بنعملها تي سي اي تقريبا 25% باي ويكلي، كل اسبوعين نعملها جلسه، واثناء الاسبوع نعمل توايز ويكلي اكزايمر لايف ثيرابي. كم جلسه كده من دول اتحسنت الحاله بشكل جيد. طبعا من حقك تدي توبيكال بروستاجلاندين انهيبيتورز، انا اعشقه واعشق نتائجه واشتغلنا عليه بالابحاث وفعلا جميل. في ناس تشتغل بالتوبيكال مينوكسيديل لو هتشتغل يعني حاجات توبيكال او تدي ار اكس للعيان، لكن انا اعني الانترفينشن يعني في الحاله دي كانت حاجتين، التي سي اي والاكزايمر لايت ثيرابي. الديوريشن انا فاكر يعني الحاله دي تقريبا كلها على بعضها خدت 6 اسابيع لما نوصل للنتيجه الهائله دي، او 8 اسابيع ان يعني تخون الذاكره، يعني شهر ونص شهرين. واللي اتذكره كمان ان المريضه دي قالت لي ان دكتوره الغده اللي هي بتتعالج معاها، هي كانت هايبوثايرويد يعني قلب الشعريات، او كان فيه هايبوثايرويديزم، ودي معلومة
اديني برميها لك اهو، ان دايما الاوتو اميون ديس اوردرز دايما لازم تعمل تشيك عليها، ويبقى عندك كفر نت، وتسال مريضك وتتابعه وزنك ونومك وجلدك والحاجات دي. فالمريضه كانت هايبوثايرويد وبتاخد ثايروكسين مع دكتوره الاندوكراينولوجي، وقالت لها اقص لك شعري نصا كده، اقص لك شعري، او يعني بالعربي احلق شعري لو البتاع بتاعك ده طلع تاني، بتاع ده انت عندك ثايرويد، وثايرويد في حاله متاخره، ومش هيطلع الايبراو ده تاني مره تانيه. ده كان كلام الاندوكراينولوجيست. والمريضه دي فاكر كلامها معايا، تقول لي يا دكتور انا عايزه ارجع للدكتوره واقول لها اهو انا اتعالجت اهو. يعني انت متخيل تحدي المريض ان هو للدكتور بتاع الاندوكراين، انا عايز ارجع لها واخليها تقص شعرها قدامي، وشويه كوميديا كده. فمهما كانت الحاله شديده او معاها اسوشيشنز، اكيد ممكن يديني باد بروجنوستيك بوينتس، لكن ما تفقدش الامل في علاج مريضك، وواصل وربنا معاك. يعني ادينا بنتعلم كل يوم، ادينا بنتعلم. الأكني إريثيم، مين فينا ما بيشوفش المنظر ده كل يوم؟ المنظر ده احنا بنشوفه كتير، مريضة تيجي بأكني وأكني شديد وبابيلو باستولر ونوديولز وحاجات عجيبة كده اهو، ويبدأ المريض بعد ما يخف والحبوب تخف والبيمبلز دي تسبسايد، يجي لك بالمنظر ده أكني إريثيما، أو في ناس تحب تسميه البوست أكني إريثيما، وفي ناس تحب تسميه في بعض الليتريتشرز والكتب بوست انفلاماتوري اكني اريثيمز، اي مسميات. المهم المنظر ده، المنظر ده هتعالجه ازاي؟ العينه دي على فكره كانت واخده ايزوتريتينوين وخلصت الكورس بتاعها وتبقى المناظر دي، تعالج ازاي يا باشا؟ تو دو، نرجع لعنوان المحاضره، تو دو اور نوت تو دو اند وات تو دو، تشتغل ولا ما تشتغلش، زحلق الحاله يعني، وتشتغل ايه وتعمل ايه. طبعا الناس بدات تكتب، علاء دكتوره الاء من العراق اهي شطوره دايما بتتحفن، قالت لك البريمونيدين وبيرو، ما اعرفش مين بيرو، بيقول لك بلس الداي ليزر، والدكتوره ايمان بتقول الاندياج ليزر، وحد بيقول الترانكزاميك اسيد، وحد تاني بيقول الترانكزاميك اسيد، وكل ده كلام محترم. وفي ناس بتقول فاسكولار ليزرز ورايحه دماغها، اي حاجه اختار انت. درما ابريجن، لا درما ابريجن دي صعبه شويه، لا تراجع من فضلك عن هذا، اوعى درما ابريجن ايه في حاله زي دي، هي مش بيور اتروفيك سكارز، ده اريثيميتس سكارز، صعب الدرما ابريجن ده صعب. يعني بص بقى، الحاله دي هيبقى عنوان المحاضره الثالثه، يبقى طلعت لكم ثلاث محاضرات اهم، هنبدا ندسكس الفتره الجايه ان ديتيلز الفيشال بيجمنتيشن، المداروزس، وعرض حالات بقى، وعرض حالات، هو مش ثيوريتيك اللي انتوا عارفين الشغل بتاعنا يعني. وادي الحاله الثالثه او المحاضره الثالثه، الاكني اريثيمز. ان كونكلوجن، لحد ما يجي ميعاد المحاضره تشويق كده، انت عندك حاجتين، يا اما ميديكال فورم اوف تريتمنت، حاجات ميديكيتد تحطها للمريض، يا اما انترفنشنال بروسيدرز او انرجي بيس ديفايسز. طيب الميديكيتد انتوا قلتوا منها كتير، في البريمونيدين ترتريت، وفي الاوكسي ميتازولين، هنتكلم عن حاجات الاف دي اي ابروفد على فكره للروزيشيا، ممكن تدخلها انت هنا. دول من الحاجات المهمه، مع الترانكزاميك اسيد برضو مكتوب فيه، يبقى ده الميديكال، يبقى ده الحاجات اللي انا هكتبها للمريض كروشيت. طب وفي العياده تعمل له ايه؟ في ناس قالت لك الفاسكولار ليزرز زي البلس الداي ليزر، اللونج بلس كي تي بي، وزي الاندياج ليزرز بنوعيه اللونج بلس والكي سويتشد، الاثنين ينفعوا هنا، والاي بي ال، كل ده مكتوب في الاكني اريثيمز، وبيجيب نتائج على اختلاف الدراسات اللي تناولت ونسب التصحيح. مش بس كده، يبقى الفاسكولار ليزرز تجيب نتيجه، الكيو سويتشد ليزرز تجيب نتيجه، وايه كمان، والفراكشنيتد نون ابليتيف ليزرز ممكن تجيب نتيجه. ابعد عن الابليتيفز لانها تبقى تروماتيك وممكن تزود الاريثيما شويه، اللي هو الفراكشنال ليزر يعني
لكن فراكشنيتد نون ابليتيف ليزر سيستمز ممكن تنفع هنا. ايفن الراديو فريكوانسي والمايكرو نيدلينج راديو فريكوانسي مكتوب انه بيجيب نتائج وتعمل عليه ستادس. دي الحالة، الفرق بين جلسة واحدة اهو استخدمنا اللونج بالس اندياج، وممكن نستخدم الكيو سويتشد اندياج برضو، بس اللونج بالس اندياج هنا وكان الفلوينس 35 جول والبالس ديوريشن كان 5 ملي سكند والسبوت سايز 5 ملي متر، ودي البارامترز اللي احنا اشتغلنا بيها في حالة، وده فرق جلسة واحدة ما بين دي وما بين دي. فبالتالي يعني ده استعراضا كده للأكني إريثيمز. إن شاء الله نعمل محاضرة in details عن الأكني إريثيمز. الحالة اللي بعد كده وايد بورس، وهل يا ترى المصطلح ده كده اسمه مظبوط وايد بورس؟ ودي هتبقى المحاضرة الرابعة في اللي جاي، اكتبوا بقى وراي. يبقى قلنا هنتكلم عن الفيشال بيجمنتيشنز، وقلنا هنتكلم عن المادروزس في محاضرة، وقلنا هنتكلم على البوست أكني إريثيمز، وهنتكلم على الوايت بولز. طيب أنا هجيب لك حالة أهو، البنت دي كانت جيالي يا دكتور أنا نسمات وشي واسعة، أنا رحت لدكتور واثنين وتلاتة ومركز واربعة وخمسة، قعدت تعدلي، عملت فراكشنال ليزر، عملت بيلينج، عملت درمابين، عملت كل حاجة ممكن تتعمل بلازما علشان اتخلص من الوايت بورز، مفيش نتيجة، والمريضة جايه بالمنظر ده. نرجع لسؤال المحاضرة الأزلي، to do or not to do and what to do. تشتغل الحالة دي ولا بعد رصة الكارت الإرهاب اللي قالت لك عليه لا ده أنا روحت ولفيت وجيت ما تشتغلش، ولو هتشتغل تشتغل بإيه؟ ناس قالت لك ايزوتريتينوين، وناس قالت لك ميزو بوتوكس، وناس تقول لك بيبي بوتوكس، وناس تقول لك روأكيوتان، وناس تقول لك ايفرمكتين. شاطرة قوي رشا. مين رشا؟ استنوا بس كده اسمك ايه يا دكتورة رشا؟ رشا الفارسي تقول لك ناخد ايفرمكتين، واندرويد بلو درويد برضو بيقول لك ناخد ايفرمكتين. طيب هو انا جايب لك الدرموسكوب ده ليه؟ انا جيت جايبه لسبب، يعني مش هعرض حاجه بدون سبب. احنا هنا شايفين في الدرموسكوبي ايه؟ شايفين كاستس موجوده في الفوليكولار اوستيا، تبسيط العلوم عشان اسمتوش، فوليكولار اوستيا الفتحات بتاعت الهير فوليكلز، طالع منها كيراتين كاست مظبوط، وطالع منها تيلز اوف ديمودكس. عشان تفرق بين الاثنين لازم تبقى شطور وخبير كده وعينك لقيطة. طب انا بص هشاور لك على الديل بتاع التيمودكس اهو زي ده، خلاص ده، وهشاور لك على الكاست اقرب بس لان مش شايف، زي ده وده وده، كل دي كاستس، لكن التيل ده التيل اهو، وده تيل اللي عليه السهم، وده تيل خلاص، والباقي ده كله كاست. ممكن نتفق او نختلف ان ده تيل كمان، والباقي ده كله كاست. ايه الثقه اللي انا جايبها دي؟ لا هي مش ثقه، هو تريننج اوف ذا اي، انت عينك مدربه وبترجع وبتبقى ستريك للليتريتشر. احنا التيل بتاع الديمودكس بيبقى سموث اند بيرلي وايت وريفلكتيف، تحسه ناعم كده وتشايني ولونه كده ايفوري وايت. الكاست لا، الكاست بتبقى ايه؟ بتبقى ليها بيزار شيب شوي، وبتبقى عباره عن كيراتين امباكت في الفوليكولار اوستيا. طبق المعلومات دي على اللي انت شايفه ودرب عينك، هتبدا تفرق ما بين التيل بتاع الديمودكس وما بين الفوليكولار كاست او البيري فوليكولار كاست المطلوبه. في كلتا الحالتين احنا هنا دخلنا لديمودكس، لكن المرض ده نسميه ايه؟ في ديمودكس موجود لكن هو هنسميه ايه؟ اسم المرض ايه؟ يعني زي الاسكيبز في ساركوبتس اسكبياي، ده اسم الايه؟ اسم الكوز او الاسم
الايتيولوجي يعني. طب لكن اسم المرض سكيبيز، فهنا انتوا بتقولوا ديمودكس، واحد بيقول لي ديمودكس دي حاله ديمودكس، لا هو احنا بنقول في حاله ساركوبس سكيبياي او في ميل بريجننت ساركوبس سكيبياي، في حد بيقول كده؟ اه في ناس بتقول لك ديمودكس في الليكولايتس. طب بذمتك انت شايف في الليكولايتس في الموضوع؟ انا مش شايف في الليكولايتس. اللي شايف في الليكولايتس يقول لي يمكن انا مش شايف. لا الشاطره مين؟ هبه، اهي دكتوره هبه ودكتوره رشا الفارسي، دول شاطرين. يقول لك ايه؟ البترياز فولوكيلورم، مظبوط، هي دي حاله تيبيكال لبترياز فولوكيلورم، اسم توصيفي، والامراض الجلديه كلها اسمها تقريبا توصيفيه، بترياز نخاله فولوكيلولر فولوكيلورم في الفوليكولر اوستيا. لكن ما اقولش ديمودكس فولوكولايتس لاني مش شايف فولوكولايتس، وما اقولش روزيشيا لاني مش شايف روزيشيا، وان كان البترياز فولوكيلورم ممكن يدخل من السبيكترم اوف روزيشيا. يعني في بعض الاوثرز او بعض المايند سيت يقول لك ما هو العيان ده هيجي له روزيشيا بعد شويه، وليكن، لكن ما نقدرش نقول ان دي حاله روزيشيا اصلا، لا هي اريثيماتوتولانجكتاتيك ولا بابيلو باستولال ولا راينوفايما ولا جرانيلوماتس روزيشيز. فبالتالي انا هسميها كده بترياز فولوكيلورم. طب ونعالجها ازاي دي؟ بالايفرميكتين. يبقى ده التشخيص اهو، والايفرميكتين البنت بعد اسبوعين اتنين من التوبيكال ايفرميكتين مش سيستميك، المريضه خدت توبيكال بقت بالمنظر الجميل ده. طب بص الصوره بقى، الصوره لا تكذب ولا تجمل، خلاص ادي المريضه كلينيكالي، ولو عينك كلينيكالي كده هتجيب السبايكس وتجيب البترياز ده انت شايفه بعينك هنا، هنا لسه موجود على خفيف او اقل جدا، وادي البيري فوليكولر سوري الفوليكولر كاست والديمودكس وهنا انتهى الامر، ولكن يظل ان في وايت بورز شوي، لكن اتحلت القضيه الى حد كبير. طب لو عايز احل القضيه تجميليا، وانا راجل اصلا انا راجل شاطر في الجلديه وعفريت وشخصت وحطيت الدرموسكوب وجبت البترياسس واديت لها الايفرزين والدنيا تمام، طب انا راجل بقى عايز اطبق كوسموتيك ابلكيشن للمريضه، نعمل ايه؟ هل نعمل لها البيبي بوتوكس ولا الميزو بوتوكس يعني، ولا ندي لها رو اكيوتان، ولا ندي لها ايزوتريتينوين، ولا نعمل ايه للعين العين المتنيل اللي قدامنا ده؟ which of which؟ اللي هيجاوب هنا يبقى فاهم جلد، وبالتالي هينعكس على مريضه تجميليا قوي خالص جدا. يعني في واحده دكتوره هبه بتقول ايه، في احيانا بيشتكوا من خشونه وش، يبقى الموضوع مش موضوع سيبوريه قوي، صح؟ علشان كده الكلام الجديد في الروزيشيا بيقول ان الروزيشيا فيها ابيدرمال بارير ديفكتس، وعلشان كده بنحط الايموليانت في الروزيشيا as a cornerstone of treatment because of epidermal barrier defects. يبقى مش هنبدا ايزو، صح كده؟ يبقى اللي بيقول ايزو هنا غلطان، راجع معلوماتك، الحاله دي مش سيبوريك فهديها ايزو، مش دي الوايت بورز السيبوريك خالص. يبقى الايزو هنا يجيب نتيجه بالعكس، ده ممكن يزود الدراينس، ممكن يزود المشكله. واحدة تانية قالت لك نعمل ديرما بين وميزو بوتوكس، ليه؟ اشمعنى الديرما بين واشمعنى الميزو بوتوكس؟ ما هو اللي هيقول حاجة يقول لي ليه؟ كان هنا في ديمودكس، ويا سلام لما اجي اعمل تروما، يعني الكلام ده لوجيك؟ ايموليانت ماشي، لكن انا بتكلم على انترفنشن، انا الست دي هعمل لها جلسة، خلاص انا خدت قرار ان انا اعمل لها جلسة، ايه الجلسة الانسب ليها؟ يعني مش بقول ان الميزو بوتوكس غلط، بس مش الانسر، مش الموست ابروبريت انسر. الناس اللي بيحلوا، الدكتوره نيفين بقى شاطره بتقول لك ايه؟ بتقول لك بيلينج، والدكتوره مارينا عشان هي شاطره بتقول لك اس اي بيلينج تو كيل الديمودكس. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح جدا، مع الاخذ في الاعتبار
انك تشك في العيان ده ان عنده ابيديرمال بارير ديفكت، والافضل تاهله كويس جدا قبل البيلينج، تعمله برايمنج، تديله ايمولينت وتديله توبيكال ريتينويد على خفيف والتستر معاه اسبوعين قبل البيلينج. لو لقينا فيه اريتيشن جامد جدا خلي بالك ما تعملش بيلينج او اخره شويه. لو استحمل الريتينويدز يبقى البيلينج معاه تمام، وممكن نعمل له سلاسليك اسيد بيلينج، ودي بيبر بتتكلم عن الموضوع، وان استخدام السلاسليك اسيد في الحاله اللي قدامنا دي هيجيب نتائج جيده على مستوى التجميل، وكمان هيقتل الديمودكس، هيموته وهيقلل الانفلاميشن اللي هو الاسوشيتد مع الحاله دي، لان السلاسليك is a potent anti-inflammatory drug، وفي نفس الوقت هو acaricidal، يعني ممكن يموت الايه الاكارس ده، ولا ممكن يموت الديمودكس ده. يبقى ضربت الجلديه وعلوم الجلد بالتجميل عشان توصل بمريضك باقل مجهود لافضل نتيجه ممكن. اتكلمنا عن البيلينج في حاله الديمودكس دهيت، فارتقيت ان انا احط حاله بيلينج برضه، ودي اخر حاله في محاضره النهارده. وعايز اقول لك البيلينج ان دارك سكين بيبل، لان احنا ناس ما شاء الله معظمنا قمحيين في مصر، السودان، الخليج، ليبيا، يعني المنطقه بتاعتنا دي ما احناش ابيض ناس، يعني عندنا سكين تايب 3 وسكين تايب 4 كمان، وهاو تو ديل معاهم. تخيل المنظر ده، المنظر العجيب ده جالي من مريض، يعني المريض ده جالي وكان قاعد على الفوتيه اللي جنبي ده، الفوتيه اللي انا قاعد عليه الاسود ده. المريض دخل العياده زعلان وفي قمه الاذى، وجاي يقول لي شوف يا دكتور احمد انا سمعت عنك انك راجل بتعمل معجزات بقى وبتاع، وانا جاي لك تخرجني من المصيبه اللي انا فيها دي. ايه يا ابني اللي حصل لك؟ قال لي اصل انا رحت الدكتور عمل لي تاشير، قال لي هعمل لك تاشير افتحك درجتين، فحصل لي البلوه اللي قدامي دي. طبعا واضح جدا ان احنا قدام حاله بي اي اتش عنيفه جدا، وواضح ان الولد بشره سمراء اصلا، وبالتالي الطبيب اللي اشتغل معاه لانه طبيب للاسف طبيب ومش كوافير ولا بيوتي سنتر، وانا يعني شفت الروشتات الايه الزميل العمل ده، واضح جدا انه هنا ما اتبعش قواعد التأشير في عموما، التأشير عموما له قواعد. ودايما بقول واللي يسمعني في محاضرات البيلينج، لان انا يعني قتل بحثا معايا موضوع البيلينج ده، اللي هو ايه بقى، ان البيلينج زي الشطرنج، زي لعبة التشيس والشطرنج، ليها قواعد. العسكري يتحرك خطوة لقدام، الوزير يتحرك في كل الاتجاهات، الطابية أو الرخ أو القلعة تتحرك باتجاهات عمودية، وهكذا. لو ما فيش حد بيلعب شطرنج كده هبهزر ده، ولا يخسر من أول حركتين ثلاثة، أو ما يكونش بيلعب أصلا. فالبيلينج له قواعد يجب إنك تتبعها وتعملها. إذا خرجت عن القواعد قلبتها دايما لطاولة، للي عارف الطاولة، طاولة اللي هو الإيه الزهر أو النرد، ترمي النرد أنت ونصيبك بقى، 5 6 أرقام حلوة، ولا جيلك 1 2، لغيت علمك ولغيت الجلدية اللي أنت تعبت سنين فيها، ورايح تسمع كلام مندوب الشركة، ولا ما تسمعش، ولا بتشتغل من دماغك. في قواعد أعرفها، أعرفها وأعلمها، يجب أن تكون عندك العلم والمعرفة وتعلمها. يعني شوف حد سينيور يعملها مظبوط وبعدين مارسها، يوم ربنا يديك الحكمة بعد كده، المرتبة العالية دي. لكن يجي لنا شاب بالمنظر ده حاجة في قمة البؤس. حتى اللي بيعمل بغض النظر اللي بيعمل غلط، شايف المنطقة دي، المنطقة دي ليه ما تعملهاش بيلينج؟ وأنا لما بعمل بيلينج بوصل لمنابة الشعر علشان ما أعملش ديماركيشن لاينز، ده أبسط شيء يعني، خلاص. فبالتالي البيلينج ان دارك سكين بيبل، طبعا احنا حاولنا نصلحه وعملنا له شويه علاجات بسيطه كده، يعني بدا ها يظبط، والفرق بين الصورتين مش كبير على فكره، كان تقريبا حوالي 3 اسابيع ولا حاجه. ان شاء الله احنا مكملين معاه وربنا يكرم ويتحسن يعني، ونفسيته اتحسنت جدا بعد المنظر ده. يعني شوف واحد جاي لك كده بقى كده
في 3 أسابيع ولا بتاع، بقى أحس إن في أمل. والدكتورة مارينا بتقول هي ماتش ثانك يو يا دكتور، بتقول هي كام توداي اند ماتش بيتر ناو. طيب كويس، كتر خيرك، انا حتى ما شفتوش النهارده. علشان تعمل بيلينج لازم في 3 خطوات كده، او عفوا 4 خطوات، 4 قواعد عامه للتقشير ان جنرال. وهنبقى نعمل محاضره للبيلينج في الدارك سكين بيبل، ودي حاجه تكنيكال، يعني تكنيكال ان انت تعمل بيلينج لعيان ايه لونه غامق تكنيكال، وهقول لك تعمل ايه وايه الافضل ويتعمل ازاي ويتقدم ايه على ايه والكلام ده. اول حاجه لازم تحترم ان التقشير لابد انه يحصل له برايمنج او سكين بريباريشن، يعني forget about fast peeling sessions، forget about انه الكمباني تيجي تقول لك اصل البيلينج ماسك ده مش محتاج برايمنج، اصل هو سيف. الكلام ده كله كلام فارغ وعيب وحرام ولا يجوز. يبقى منين ما هنعمل تقشير لوجه المريض او لجسمه او للبادي او whatever، you have to prime your skin before peeling induction او peeling session. لان البيلينج هو دامج followed by repair، انت هتكسر وش العين، هتكسر ابيدرمس ودرمس، وهتعمل intentional inflammation، ازاي ما تبقاش مهيئ وش العيان. تاني حاجة والشطارة في القاعدة رقم 2، انك تعمل good choice of peeling agent، تختار تسلكت الحاجة اللي هشتغل بيها. الحاجة اللي هشتغل بيها لحبة النوح غير الحاجة اللي هشتغل بيها لمحمد، غير الحاجة اللي هشتغل بيها لسيد لعباس لغيره، لان احمد نوح عنده اكني، ولا محمد عنده ميلازما، ولا التالت عنده سيبوريك كيراتوزيز، ولا الرابع عنده دراي سكن شوية، ولا الخامس سيبوريك كواليتي عالية جدا، ولا ولا ولا. يبقى كل تشالنج، هو اسمه كده، كل تشالنج جاي لك في العيادة له تراتبية الاختيارات، مش من دماغك والله. يعني ما تجي لك حالة بيلينج ما تجيش تقول لي عمل لها جلايكوليك أسيد في وجود السلاسلك. إذا وجد السلاسلك في حالة بيلينج يكسب، يبقى هو رقم 1. طب ما عنديش، عندي تي سي اي، ما ينفعش، يبقى لازم سلاسلك. طب ما عنديش سلاسلك أسيد بيست بيلز بعدها، يبقى جيسنر أو موديفايد جيسنر، ده في حالة أكني يعني مثلا. طب ما فيش بايروفيك أسيد، طب ما فيش ألفا هيدروكسي أسيد كلايكوليك أو لاكتيك بالتراتبية دي. لكن ما تجيش تقول لي أصلا عندي جلايكوليك وعمل له. يا سيدي لأ، في تراتبي، في الافضل فالافضل فالافضل فالافضل. وما يجيش يتفتق ذهنك الجميل على حاله اكتف اكني وتعملها تي سي اي وانت راجل بتهرج. في الحقيقه يبقى لازم عندك الابيليتي تو تشوز ذا بيست بيلينج فور ذا بيست كيس. طب نعكس الكلام، اوديك اكزامبل تاني. عندي اكني سكورز، اكني سكورز الترتيب هيختلف تماما، ما عنديش اكتف اكني، السلاسلك اسيد بلح، الجيسنر والموديفايد جيسنر بلح، ما ينفعوش، ده اكني سكارنج. انا عايز بيلينج يشتغل على الدرمس ويعمل لي كولاجين اندكشن بشكل قوي، فهختار التي سي اي، لو مش موجود هختار الالفا هيدروكسي اسيدز جلايكوليك او لاكتيك او مندليك، هم ينفعوا شويه، انت متخيل؟ فبالتالي هي زي الجوريزم، يو هاف تو تشوز ويتش از بيتر مع التشالنج اللي قدامك، which is available مع التشالنج اللي قدامك، مش اي حاجه حطها. واصلهم بيقولوا بيلينج اكس احسن من بيلينج واي، ده يعني غلط خالص، مش عايز اقول كلام بقى يعاقب عليه القانون. ثالث حاجه البروبر بيلينج تكنيك، وكان تعليقي في المريض، في المريض ده هو، ان حتى اللي عمل له البيلينج زي شايف تاب الحته دي ما جاش يمتها اصلا، شايف المناطق دي حوالين العين ما جاش يمتها، شايف النوز ما جاش عليها، ده واحد اصلا شغال من دماغه حتى، يعني عامل، والحمد لله انا شغال من دماغه عشان المصيبه ما تبقاش يونيفرسال بروبلم، بس اقصد اقول ان ده ايفيدنس ان البيلينج تكنيك نفسه كان بايزد، كان تعبان غلط مش صحيح. هو الحمد لله ما جاش على ايه، بس انا قصدي اقول ان البيلينج تكنيك بايزد في الشغلانه دي او في المريض ده.
يبقى تالت حاجه لازم تتعلم تعمل بيلينج ازاي. هي مش موضوع قطنه وفرش، هو ايه البيلينجز اللي بيتفرد بالقطن وايه البيلينجز اللي عايز سيبل براش. عارفين السيبل براش اللي هي زي بتاعه الميك اب بتاعه البنات، وايه البيلينج اللي ممكن اجيب بيس اوف جاز واشتغل بيها. ويتش اوف ويتش، كل بيلينج له طريقه الفرد بتاعته على وش المريض او على السكن، ولازم يبقى عندك النولج ده والممارسه ده. اخر حاجه البوست بيلينج كير، المريض ده بعد ما اعمله البيلينج هعتني بيه ازاي. يبقى الاربع قواعد العامه، وتحت كل قاعده فنيات وكلام كتير، والبيلينج ده اصله كورس، ويا ما انا شرحته وتلاقيه نص اللي بيسمعوني سمعوا لي قبل كده او اللي حضروا لي لايف كمان. فالبيلينج حدوته كبيره، لكن بنختزلها لده. رابط سمري عن انواع البيلينج يعني. وخلي بالك دايما بقول، والسلايد ده بحبه جدا وانا اللي مخترعه كده، ان البيلينج علشان تتحكم او تو كنترول ذا ديبث اوف بيلرز، ان الديبث اوف بيلرز هنا ديبند موستلي اون ذا اوبريتور، عليك انت. هو انا بستخدم بيلرز تركيزه كام؟ القطنه اللي بستخدمها ولا البتاع ساتوريتد ولا مش ساتوريتد؟ هاو ميني لايرز؟ دو يوز كومباينيشن ولا لا؟ بريشر ابون ابلكيشن ولا لا؟ كل دي معايير لازم تعملها، لان هي بتتحكم في الديبث اوف ذا بيلرز. اتس نوت لايك ليزرز وتاتش سكرين ويو تشوز ذا ديبث باي بارامترز. هو البارامترز هنا ابليكابل بارامترز يو دو باي يور اكسبرتيز. شكرا جزيلا. يبقى النهارده عرضنا خمس حاجات بخمس مواقف بيعدوا عليك في العياده كل يوم، لازم تبقى فاهمهم وتمارس الانترفنشنال بروسيدرز بتاعتهم بشكل ممتاز جدا. عرضنا فيشال بيجمنتيشنز وهنتكلم ان ديتيلز في محاضره او في ويبينار. عرضنا مداروزس وهنتكلم ان ديتيلز في الديفرنت كوزز وديفرنت كيسز وهاو تو مانج بيفور وافتر، وهنعمل ده ان شاء الله. وعرضنا الاكني اريثيمز والروزيشيا ازاي تشتغل وتعملها. وعرضنا ايه، انا بدات انسى، الرابعه كانت ايه، الوايت بورز اللي بنسميها الانلارجد، ما اسمهاش وايت بورز على فكره في الليترتشر، اسمها لارجد بورز، وهنتكلم عليها ان ديتيلز واسبابها، وامتى ادي ايزوتريتينوين وامتى ما اديش، وامتى ادي بوتانيكلز او استخلاصات نباتيه، والاجهزه اللي ممكن تساعدني، والابليتيف ولا نون ابليتيف، وكل ده هنشرحه ان ديتيلز ان شاء الله. واخر حاجه كانت البيلينج ان دارك سكين بوبوليشن، اللي هو peeling in our own people. خلاص، فإن شاء الله بقى خلال الخمس أسابيع القادمين هنتناول هذه الخمس مواضيع. أديني غششتكم علشان تبتدوا تقروا في المواضيع دي وتذكروها كويس. أنا خلصت وبشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، وبعتذر عن التأخر في الردود على التليجرام، لأنه ربنا العالم الواحد أيامه وحياته ماشية إزاي. خلونا كده نخلي الجروب دايما لايف، واللي عنده حالات يحط نتناقش فيها، وانا اول ما بفضى برد عليهم كلهم واحد واحد. حاولوا تقروا، ربنا يرزقكم ويرزقنا واياكم الحكمه المبنيه على المعرفه والعلم، واللي هي تمكننا من مناجزه مرضانا بشكل امن، بشكل فعال، بشكل يرضي الله يعني، ويخليه راضي علينا. وربنا يعني يكرمنا ويكرمكم، وشكرا جزيلا. والمحاضرة دي أنا مشرفاها على اليوتيوب بقى، فاللي حضرها شافها، ونبدأ إن شاء الله in details later نعرض chapter chapter. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.